زيارة المرضى وعيادة المرضى وما إلى ذلك أيها الإخوة من أنواع الرحمة في دين الإسلام. فإن الله جل جلاله يصف أمة الرحمة، أمة رسول الله التي صنعها المصطفى صلى الله عليه وسلم، التي صنعها نبي الرحمة، يصفها بالقوة، أن أمة الرحمة أمة القوة والرأفة والخضوع لله والإخلاص في الأعمال. هذه أوصاف أربع في أمة الرحمة. ويقول سبحانه عز وجل: محمد رسول الله والذين معه أشداء، هذا عنوان القوة، أشداء على الكفار رحماء بينهم، هذا عنوان الرأفة، تراهم ركعا سجدا، عنوان العبودية لله والخضوع، يبتغون فضلا من الله ورضوانا، عنوان الإخلاص. أيها المسلمون، إياكم وحذاري، حذاري من القسوة، حذاري من القسوة، مرض خطير أيها الإخوة، حذاري من القسوة على أنفسكم، فإنكم إذا اصطبرتم في المعاصي والمنكرات، هذه قسوة على النفس أيها الإخوة، قسوة على أهليكم لا تعلمهم الخيرات ولا تعلم الدين، وقسوة في دينكم لا تنصروا دينكم، فإنها الإخوة، فإن القسوة عنوان الشقوة، عنوان الشقاء، عنوان الحرمان، فساد الفطرة، فإن الإنسان القاسي فيه فساد الفطرة، عواج الطبيعة، طبيعته معوجة أيها الإخوة. فالقسوة تتجلى في التكبر، فتكبر وتجبر على الخلق، فمن يتكبر على الله ويتكبر على القرآن ويتكبر على الأوامر والنواهي فقد اتصف بالقسوة، وفيه التجبر على الخلق، على العباد، على الضعفاء، فيه صفة من صفة القسوة. أن القسوة في المجتمع المسلم في تضييع الواجبات واقتراف المنكرات وتهتيك الحرمات بالقسوة أيها الإخوة، بقسوة القلب تملأ الأرض فسادا وفسقا وعريا وظلما وجراما وسفك الدماء وضياع الحقوق وحرمان الفقراء وحرمان الضعفاء والفقراء. ويقول سبحانه عز وجل في أهل القسوة الذين يملكون الأرض إفسادا وظلما وتعديا، ويقول فيهم: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض فتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. أيها الإخوة، بالقسوة يحرم الإنسان من دار الرحمة. فإذا كنت قاسيا لا تدخل الجنة أيها المسلمون، فإن الجنة تدار الرحمة، تعطر الرحمة. أهل القسوة يحرمون من دار الرحمة ومن دار السلام ومن دار الأمن. ويقول سبحانه عز وجل: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. تلك الدار الآخرة الجنة يعطيها الله لمن لا يتكبر ولمن لا يعلو ويتقرص ولا يتجبر ولا يطلب في الأرض. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. أيها الإخوة، فالجنة دار الإحسان يكرم بها أهل الإحسان، دار الإحسان يكرم بها أهل الإحسان. ويقول سبحانه: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، أي الذين فعلوا الحسنات والخيرات والرحمات يعطيهم الله دار الحسنى، وهي دار الأمن، تمنح لمن أمن الأرض، لمن أمن الناس على دمائهم وأموالهم وأراضيهم، تعطى له دار الأمن. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن المهتدون، فهي دار السلام، تعطى لمن سلم أمره إلى الله، ولمن سلم العباد من حقوق العباد، تعطى له أيها الإخوة دار السلام، لهم دار السلام. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم أكبرون. أيها الإخوة، هذه خطبة تتعلق بالرحمة، كونوا من أهل الرحمة، اتصفوا بأهل الرحمة، تخلوا عن غذيلة عن قسوة، وتحلوا بالفضيلة، دينكم دين الرحمة، فرمضان رب الرحمة، وكتاب القرآن رب الرحمة، إن الله من الإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد.